يلا يلا زد رصيدي سعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. حلقة جديدة من كلام اليوم في النسخة السابعة من زد رصيدك. هذا اليوم حصل فيه اكتمال للوقف واكتمال لفرحة بعض المتسابقين. مقرن الشواطي أخيرا جو منيرة وشيهان، الله يجمع، الله يرزق برهم ويرزقهم أيضا رضاك بإذن الله. حياك الله منصور. الله يسلمك وحياك الله يا هاني وحيا الله. ايوه حياك الله يا هاني، شكرا لك يا منصور، يعطيك العافيه. حياك الله وليد. يا هلا ومرحبا، صبحكم الله بالخير. صبحك الله يا هاني. زي عليكم كذا ولا ما؟ اي بس حياك الله، شكرا لك. حياكم الله جميع الدكتور فارس والاستاذ منصور وانت يا استاذ هاني. انت كويس، ترحب دكتور فارس. حياك الله دكتور فارس. الله يحييك. بس كذا حياك الله دكتور فارس. دكتور فارس بس تقول حياك الله، شو اقول؟ هيا هلا. لا عرف الناس، قل من معانا ضيف اليوم ايش كذا. ما يحتاج المعروف لا يعرف. بعدين انت تبغى تعرف واحد. الدكتور فارس هو اللي يعرف فيني لانه معروف ما شاء الله عليه من متى. طول عمرك. تبغى الدكتور يعرف فيك الحين يعني؟ شلون؟ يا ريت والله. عرف حياك الله يا دكتور. الله يحييك طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا، نورنا الدكتور فارس. الله يحييك، حبيت امسي عليك وعلى الاستاذ منصور والاستاذ وليد. يا مرحبا بكم جميع وعلى متابعين قناه بدايه خلف الشاشة. دكتور اليوم جيتك عظيمه، ابن عمره كسر الشاشه والشباب طولوا في اللوكيشن فتاخرنا، وخلني اقول حق كلمات الشباب العاديه ما يبطي السير الا من كبره. حياك الله يطول عمرك. بالنسبه للاشياء اللي حصلت قبل واخرت بدايه الفقره، انتم اهلها وبتمشونها، دائما تتحملون المصاعب والصعاب فما قصرت. طيب دكتور اليوم 65 64 65 دكتور يقولون الابر على ثنيها فيها مشكله، صحيح الكلام ده ولا لا؟ غير صحيح. سليم الابره. الابر وزاره الصحه طالبه 30 شحنه، الشحنه الاخيره فقط وجد فيها معكر، بعض الحقن معكره. ف وش المشكلة المعكر؟ انه ممكن ما يفيدك، فرجعوها لهيئة الدواء والغذاء والامور سليمة. بالنسبة لل 29 شحنة السابقة سليمة وتعمل. ما علينا من 29 شحنة، علينا من الابر اللي ضربتها هنا. اللي ضربتها سليمة 100% من الشحنة الاخيرة يمكن. نعم. لا من الشحنات اللي قبل. الحمد لله. انتم تقريبا في 27. احنا ما نعرف ترى، مسلمينك. لا سالمين الحمد لله. طيب كيف فعاليتك؟ حياك الله يا دكتور وشكرا لك والله، وحضور جميل وانت من القدماء يعني. خليني ابدا معك واسالك عن الماضي والحاضر في هالقناه. الله يطول عمرك. الحمد لله القناه انتقلت انتقاله كبيره جدا من مرحله الى مرحله الى ان وصلت الى التواج. الان قناه بدايه تعد من اضخم القنوات بكل صراحه، اللي لها متابعة ولها جماهيرية ولها. طيب دكتور وش القواسم المشتركة بين برامج الواقع اللي 2006 و7 و8 اللي عشتها أنت وبين برامج الواقع الحين، يعني بعد أكثر من 10 سنوات تقريبا؟ يعني مثلا خلني أبدأ، الجوال كان ممنوع ذيك اليوم؟ نعم كان ممنوع، وأصلا ما كان فيه ذيك التقنية القوية يعني، ولا فيه تويتر ولا فيه، فكانت برامج الواقع أقوى من حاليا كثير. ليش؟ كان منتديات، في تواصل منتديات، بعدين انتقلوا الى تويتر فقط على 2009 2010 الى 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 2013 ما في الا تويتر، ما في الا تويتر. إيه. فما كانت الامكانيات او التكنولوجيا بالشكل اللي موجود الان. طيب غير التقنيه وش تشوف الاشياء المشتركه بين برنامج الواقع 2006 و7 وبرنامج الواقع اليوم؟ اشياء مشتركه. إيه. تقريبا 30% والباقي يختلف من واقعيه برامج الواقع السابق. اوه نعم 30% ما تتجاوزها. هو يعني قبل كانوا اكثر واقعيه. اكثر واقعيه لانه حياه تعيشها فعلا في البرنامج. صحيح. اول شيء اتوقع كان الصحيح الرياليتي اللي كان قبل كان قوي جدا جدا، زي السيارات القديمه كانت قويه جدا. الان القوه ما لها معنى، الرفاهيه صار لها معنى. فالان الرفاهيه يعني حاضره بشكل اكبر لان هي المعنى. اتوقع المؤثر الحين في برامج الواقع. صحيح. ولا ما اتوقع المتسابقين الان ويمكن الاخ وليد منهم تاع عهده قريب بال عهده
انه يعني لو تعطيهم من بعض القصص اللي حتى ايام برامجكم هاني يفرق الموضوع كثير. منصور مجتمع تغير. دخلنا برنامج بيت ارسال ما طلعنا ولا مره. مشكله البرامج حاليا الخروج بشكل مبالغ فيه رفاهية. أنا أقول لك بشكل كبير جدا يعني مع أن سابقا ما كان في تواصل كنت تنقطع فعلا ومع ذلك ما تطلع. الحين يشوفونك على الشاشة. الحين يهربون جوال ويأخذون اتصالات ويطلعون يعني احنا قلنا الناس أمس أنه في واحد مكلم 45 دقيقة ما مصدقين الآن ومع ذلك بيطلعون. والله هاي أنا أكون أحلف بالله أن بعض المتسابقين تابع البرنامج أكثر مني في اليوتيوب وفي تويتر عرفت وفي انستغرام وكلها لانه يجيك واحد يعني تابع التعليقات اللي في اليوتيوب وتابع الكومنتس كله اللي في التويتر وانستغرام. والله اكون احلف وانا اتابع اليوم كله احاول الخصه كله مع ذلك لما اجي اسولف مع واحد من السابقين في بعض الاشياء يقول طلعت هنا وليد تلاحظ ان روح التعليقات حق تويتر وطقطقه التويتر ونقاشات التويتر موجوده عند بعض المتسابقين. يا اخي شوف انا اقيسها بشيء ثاني بعد اللي هو انت شوف مثلا على افتراض ان هنا ما في جوالات وواحد ما يشوف رده فعل دائمه انه يسوي اي حدث بعدين يروح يشوف وش رده فعل الجمهور. اذا بغينا نشوف مثل اللي نعرض بالشاشه عادي اي واحد يجي من برا القريه يسالونا كم وصلت مشاهداتي وش قالوا الناس وش ردت فعل الناس. هنا انشغال كبير باللي قاعد يصير برا. تشوف جزء يعني لو جيتك انا يا هاني وقلت لك والله زعلوا منك عشانك سويت الحركه الفلانيه اوكي هل راح تكررها ولا لا؟ راح يختفي جزء من الواقعيه عندك. بعدين زد اعتذاراتك وزد تبريراتك لانه قريت الناس قالوا كذا وجمهور فلان قالوا كذا فبجي ايش افك ايش يعني زي ما تقول أذوب القضية وأريح أجلس مع اللي بيني وبينه مشكلة قدام الناس وأقول وليد كيف حالك طيب يا أخي صار كذا لبس يمكن الناس ما تفهم صح بس أنا بقول شفت اللي صار بزيد فرصتك مثلا يجي واحد يطلع ويرجع من بكرة أنا سويت البارح زي كذا الآن قاعدة تصير نفس الفكرة اللي بزيد فرصتك لكنها تغلف بواقعية أنا البارح الظاهر أني أخطيت عليك البارح الظاهر أني زعلتك بالكلمة الفلانية هي دكتور ما يبي يقول دكتور خل نروح للمشاكل سابقا وحاليا المشاكل يعني يقصد مثلا الحزازات اللي تصير في البرنامج المحزم المليان الـ يعني كان في تحزبات ما كانت في تحزبات يمكن فيه ارتياح لشخص فقط بدون بس ما تاثر على ممتاز. علاقتك في الشخص الثاني طيب يعني مثلا انا ارتاح لك هاني اكثر يعني طبيعي هذا يصير الروح جنود مجنده لا لكن في احد ياثر عليكم من برا البرنامج لا اختلاف حتى خلنا نروح للفرق بين البرامج سابقا وحاليا اللي هي نقطة انك انت مهيئ نفسك لبرنامج يعني مثلا احنا سوينا في مصر خلاص عارفين انه يبي لنا قبله 3 شهور تجهيزات او تروح للبرنامج خلاص تلتزم في البرنامج الا على الظروف قاهرة يعني مأساوية مثلا وفاة زواج شيء يعني مثلا الاعداد الزواج طرف قاهر ومأساوي لا اقصد زواج اخو زواج قريب يعني تضطر انك تروح جميل فانا لما بجي لبرنامج خاص بجهز نفسي غير كذا نقطه ثانيه الحين الشباب يبون تدشينات ومتدشينات وكذا ليش ما جهزوا زي متسابقين في النسخه اللي راحت واللي قبل البرنامج بشهرين عارف انه بيدخل خلاص جهز لك كم شيء وببساطة سوه أعطيك مثال يعني منصور القرني في حياتك جاء طابع كتابه وجاهز جميل نعم في نصف البرنامج اقتنص فرصة حط الاسم اقتنص فرصة حضور الشيخ عايض القرني ودش الكتاب هناك نعم وقال انت وباع بس جانا الكتاب جاهز صح وببساطة صحيح. وببساطة جاهز مطبوع منتهي فاسحة مرخصة موجود في المكتبات أتمنى إذا في منشد يعني في برامج الواقع ذكروا الجمهور خلني أقرأ في الهاشتاج إذا في منشد تذكرونه في برامج الواقع جاب نشيدته وشيلته ولحنها وأنشدها وسجلها ثم في بدون لا يخرج من البرنامج قال ترى هذه نشيدتي وبرامج الواقع القادمة حياتك اللي عنده شيلة اللي عنده كتاب اللي عنده شيء بيسويه يفترض أنك عارف بتدخل برنامج مثل ما قال الدكتور تكون جاهز ما هو بس يفترض هذا متأكدين هم وجايهم إرشادات وتوجيهات قبل البرنامج اللي عنده شيلة يجهزها اللي عنده شيء يجهزه لانك بالبرنامج ما راح تطلع قلنا ترى على فكرة النسخ كلها حتى النسخه هذه بلغناهم قلنا قبل البرنامج إيه؟ اللي عنده شيلات يرتبها ويتكلم مع كذا قبل البرنامج قبل البرنامج جميل.
أوكي. منصور عطني تجمت. انا مداخلتي متاخره بس ترى قاعد اقول معليش معليش. ليش ما تبغى تقول اسمي يوم تقول ما تبغى تذكر مثال؟ كنت هو خاف انه يكون في اكثر واحد من من اللي جهزوا انفسهم قبل. بضطر اني اعد اسماء كثير بس برضو لا يمنع اني اقول منصور القرني كان جاهز كتابه، ولا يمنع اني اقول عبد المجيد فوزان. كنت بالذات عبد المجيد مجهز ثنتين شيلتين قبل البرنامج، نزل غيمه وكان جاهز قبل. في متسابق الان يقول ترى عندي اربع شيلات جاهزه بدشنها، وفي متسابق الان يسوي عصف ذهني جميل اذا كان مجهزها بالعكس بيفاجئنا واحنا داعمين له ما يحتاج. شوف يعني يمكن اذا تسمحوا لي فيه يمكن عذرين لهذا الموضوع. الاول البعض يكتشف انه منشد داخل البرنامج فيضطر انه يطلع. الشيء الثاني يعني انا اشوفها حلوه من ناحيه اللي هي دوتو من مثلا من بين الشاعر والمنشد اللي داخل البرنامج. بس الشاعر المنشد الشاعر المنشد قبل البرنامج فتره تم اختيارهم وتم الالتقاء بهم وجمعناهم وتكلمنا عنهم معهم وشرحناهم. فليش ما في البدايات كذا الذكي يقتنص؟ انا مقتنع انه في اثناء البرنامج راح تحصل مواقف وراح تمر احداث مثل ما تمر البورصه الان وتخليني اقول للشاعر عطني الكلمات دي. هذا معقول لكن ابغى واحد سابق كذا عنده نموذج. لا قليل زي مثل نموذج منصور، زي نموذج مجد فوزان، زي النماذج هذه اللي من بدري جاب حظه. بعطيك نموذج ثاني. سعود غربي يوم تجي عند غرفه النوم المتسابقين تلقى غرفه نوم سعود فيها كتب وفيها الدفتر الابيض ذاك المخطط مسطر اللي ما له غلاف من برا تفتحه على طول كذا، مكتوب فيه قصص قصايد سوالف سعود اللي يقولها، كاتب اشياء من قبل برنامج من مده يكتب. نعم. فكل ما يرجع في الليل يقرا يناظر اشياء بكره ممكن يتكلم عنها. صحيح. فهو محضر وكاتب وكذا. يا اخي احنا كنا نعاني من بعض الشعراء يقول لي قصيده في الملاحظات في جوالي، اعطوني جوالي ابغى اشوف. صح. عرفت اللي صح صح الدوامه هذه اللي ما تنتهي. في بعض الناس محظي انا لاني شاعر ولا منشد لكن بحضر قصص بحضر سوالف بحضر اشياء بحضر احداث في حظ. حتى بعض المنشدين اللي يجيك يتكرر الحين تلقاه يردد نفس الانشوده، يمكن انشوده باليوتيوب 60 مقطع نفس الانشوده بعضهم. وما يعني مثلا على سبيل المثال عبد العزيز كان معنا بحياتك كنت ما اشوفه الا ما اشوفه يتحرك الا معاه الدفتر حقه طابع كل الشيلات كل الاناشيد اللي هو ممكن يحتاجه. سعد الدوسري وتنقذ سعد الدوسري الملاحظات الصغيره الملاحظات، وكان جايب دفتر فيه اللي هو الصور اذكر اطلع معه كل شيء كل شيء كل شيء كان مجهز. المعلومه اللي ما يعرفها يعني المشاهدين ان سعد الدوسري جاي معه اربع دفاتر ما شاء الله. سعد الدوسري جاي معه اربع دفاتر يكتب الدفتر هذا ويفرغ في ثلاث دفاتر ما شاء الله. ليش؟ قال ممكن هذا يضيع كل شيء عندي موجود هنا. طيب من غير الاسماك والعصافير المحله بوريالين اللي جايبه كل شيء. يا دكتور بتقول شيء؟ بعقب على وليد لان وليد قال انا ممكن ما اطلع منشد الا في نص البرنامج. هذه ترى هذا لما تمسك احتياط معك. انت صوتك جميل وحلو انه بعد شهر ابدا اطلع المواهب اللي عندي مثلا كصوت عشان ما ياخذون عليك اني مش اجرب اي شيء لا لا بالعكس. طيب اذا كان صوته جميل دكتور خلنا في القواسم. كان عندكم زيارات مفاجآت؟ كانوا يجون الضيوف بس اقارب ثلاثة اثنين يعني عرفت مو كثير خلال البرنامج كله. خلال البرنامج انا ما جاني ولا ضيف لي. تذكر احد جاء ضيف؟ جاء بنت جاء ولد جاء اخ جاء اخت؟ اذكر حسين العامري جاء اخوه فقط لانه كان يدرس بنفس المكان. جميل. احنا في نفس السياق مقرن وبناته. مقرن لا تقوم يسمعني مقرن. اليوم ايضا كانت في زياره مقرن. يا مرحبا. يا مرحبا اللهم اسهلا. مايكك يا حبيبي. بابا واضح انك بديت بسوالف خاصه مع بنات. تسمعوني الان؟ لا مو واضح صوتك يا مقرن. اجل طاب لي صوته. تسمعوني بابا؟ بابا مقرن شغال. طيب تكلم. اللهم اسهلا. يا مرحبا يا مقرن. الله يحييكم. وين راحه وين راحه شيهانه ونيره؟ تعالي 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 تبغون تشوفون نفسكم في التلفزيون تعالي يلا تعالي تعالي يا نوني نوسي تعالي تعالي مرحبا. ايوه اشتغل مايكك يا هلا يا مرحبا يا مقرن. شوفوا شوفوا التلفزيون شوفوا التلفزيون. لا قولوا كيف حالك يا هاني؟ كيف حالك يا هاني؟ هلا وغلا يا منيره. من تشجعين؟ تشجعين مين؟
بابا. ومين بعد؟ ومين بعد؟ أبو حور. ما شاء الله ما شاء الله. مقرن ألف ألف مبروك الزيارة. الله يبارك فيك إن شاء الله. واجهت صعوبة يا مقرن؟ إي والله والله العظيم إني توقعت أن الدعوة ما عادهم جيد. كم نزلت كيلو بالركبة؟ ما وصلت 6 كيلو تقريبا. إي والله دكتور. إي والله مقرن شلونك طال عمرك؟ أرحب ترحب السير والله ما أدري إنك في المجلس. الله يطول عمرك. يا مرحبا يا دكتور فارس. على قرة عينك في شوفة بنياتك. الحمد لله بشوفتهم وجيتك اليوم بعد. الله يخليك لهم ويخليهم لك. الله يطول عمرك إن شاء الله ويبقيك. الله يجزاك خير ويصلح لنا ولكم إن شاء الله. آمين. مساك الله بالخير يا أبو منيرة. يا مرحبا يا منصور. ما شاء الله تبارك الله. أتوقع أنك أسعد إنسان على وجه الأرض الليلة. إي والله يعلم الله إن كلامك صحيح. الله يخليهم لك. الله يطول عيونك إن شاء الله بهم. الله يرزقنا وياكم ان شاء الله صلاح النيه والذريه. والله كنت اشوفك وانت تركض اقول والله ما الومه مسكين. لا تقول شيء والله لكن الحمد لله انهم جو يعني والله العظيم انها ان صدري ضيق لبيه ان صدري ضيق يوم جو عوائل اخوياي كلهم لنا لكن الحمد لله انهم وصلوا وبالسلامه وجو اخواني بعد اللهم لك الحمد. الله يبيض وجهكم ويبيض وجه سامي وناصر واحمد وفيصل والشباب كلهم والله اللي في الاداره بيض الله وجيهم جميعا. الله يخليكم البعض ويجمعكم على خير دائم. الله يطول عمرك ويحفظ دولتك ان شاء الله. ايش قاعد تقول؟ انا لا 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 منيرة ولا شان اتكلم. منيرة منيرة تقول صورة مين؟ وين الصورة؟ صورة من؟ وردة وردة هذه وردة يا بابا. هذه صورته. هذه جابر الحكماني. جابر الحكماني. شو في هذا جابر الحكماني؟ قل لي كيف حالك يا جابر؟ قل لي كيف حالك؟ قل لي كيف حالك يا منصور؟ شوفي منصور يشوفك. قل لي كيف حالك يا منصور؟ كيف حالك يا منصور؟ هلا عمري الله يطول عمرك. اللي كيف حالك يا دكتور فارس؟ كل كيف حالك يا فارس؟ قولي هذه الحين منيره ولا شيهانه؟ هذه منيره هذه ونعم هذه الغلا كله غلاها من اسمها باسم امي وغلاها انها البكر جعلك تسلم الله يخليها لك. تقول خليها تقول كيف حالك يا وليد صبحك الله بالخير يا ابو يا مرحبا يا مرحبا يا وليد يا هلا بك الف مبروك هالجايه وتستاهل هالفرحه والله الله يطول عمرك وان شاء الله انها تعطيك دفعه. انا اشوفك امس الظاهر تتكلم ودي بجيتهم وما جو والله العظيم ابد ما كملت اليوم الثاني اللي هم جايين. الحمد لله اليوم فرحتين والله اليوم فرحتي ان شاء الحمد لله اني السفير اللي انهى الوقف اللهم لك الحمد وفرحتي بعيالي اليوم ما توصف صراحه. انا دايم يا ابو منيره اشوف الايام المميزه بالبرنامج هذا اليوم من اميز الايام. نعم جيت بناتك واكتمال الوقت يشهد الله يسعدكم ويخليكم البعض. الله يطول عماركم ويجزاكم خير ولا يهينكم ان شاء الله. مقرن سمي بهو شوق مقرن اول شيء مفتاح السياره كان عند الناقه صح؟ ايه في القعود. طيب من اللي طلعه؟ احنا نبي نرفعه من رقبه القعود إيه؟ لانه مربوط بسيم ما هو بسلك صحيح فخفنا والقعود شرود ما يلزم فجاء محسن جعله يسلم مطفي الانوار ونتق المفتاح وبغى ينتق رقبه البعير جعله يسلم بس جاء شيء مقرن يا محسن اي والله انجرحت ايده والله جعله يسلم ما يشوف شر ان شاء الله والدم هذا غالي علي ان شاء الله باقي ان شاء الله اكافئه طيب من جاب من اخوانك مقرن؟ جاء اخوي ذيب جعله يسلم اخوي الكبير واخوي محمد وجاء نسيبي الغالي يا احسن واحد في العالم حسين وجو عيال اخواني عبد الله بن محمد وريانا بن ذيب ونعم ونعم انا سبق تواصل معي محمد واعتذر له اتصلت عليه بس ما رد علي شكله زعلان الحين. لا لا هو خلاص ما دامك تكلمت الان في الهواء فارجو منك انك تكمل الموضوع الان وننهي الامور الان انت في الكبش الروم انا في بيت العقبه طيب يعطيك العافية مقرن الله يعافيك والله يقر عينك ويا مرحبا ومسهلا باللي حضروا معك جميعا الله يطول عمرك ولا يعطيك العافية إن شاء الله يا شكرا مرحبا. لك يا مرحبا طيب وليد احنا امس احتفلنا احتفالية كبيرة لكن انا كنت اتمنى اشهد معكم هذا اليوم العظيم لكن المشكلة انه صارت لنا مشكلة ما كملت الاحتفالية ما كملت احتفالية لثلاث أسباب وأربع أسباب بعد. أول شيء سووا القرعة اليوم وطلع عبد الله بن جريغم في القرعة. ممتاز؟ أنا في واحد اليوم الظهر واجهني. ما أقدر أحطه على الصامت، شفت؟ خربان. ففي واحد الظهر واجهني اليوم. وحلف علي إلا تسلم على حلا بنتي إن شاء الله. وبسلم عليها حلا محمد. سلم عليها كثير السلام. فحط منبه في الجوال عشان يسلم على حلا.
تستاهل حلا تستاهل حلا. طيب اليوم وليد اللي صار انه صارت قرعة المطبخ محمد بن شخير وحمد المطيري وسلطان السهلي ومعاه ومعاه فيصل بن شافي. فيصل مهم موجود سووا قرعة طلعوا عبد الله بن جرير. عبد الله طلع الأحد وأمس واليوم. أنا عندي مشكلة قبل عبد الله اللي هي محسن. قبل طلع اسم محسن والشباب ايش قالوا؟ قالوا محسن مو موجود. طيب اصبر خلينا ناخذ عبد الله. هذه مشكله كبيره. خلينا ناخذ عبد الله في الكومشروم. انا عندي مشكله بعد في شو اسمه في موضوع هي ثلاث مشاكل. موضوع انهم ذكروا اسمي في الموضوع وانا والله لا اتصلت ولا كلمت احد ولا قلت سووا قرعه ولا نزلوا قرعه اصلا في الموضوع ابدا. في ثلاث مشاكل. ثلاث مشاكل. مشكله انه عبد الله بن جليغم يطلع ثلاث مرات. ومشكله انه محسن صار فيه لخبطه موجود ما هو موجود. ومشكلة إن فرحنا البارح باللائحة اللي بتنهينا الأزمات والموضوع بينحل اكتشفنا إن الموضوع فعلا مو موضوع ورق. عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباحك الله بالخير أبو شوقي. يا مرحبا يا عبد الله. حياك الله. حياك الله. خلنا نبدأ من الأخير مرة ثانية أنت والشباب اللي معك ونرحب بالدكتور فارس السليم الجديد. حياك الله عمرك. انا كان انتظركم من اليوم من قبل لا تبدا. اي بس كان عندنا بدايه تعرف الدكتور فارس من الزمن القديم عرفت. مرحبا بابا والله بدينا معاه من الزمن القديم. خلينا نبدا من الحين وبنرجع لموضوع امس. وامس انتظركم بعد والظاهر ما عندكم وقت ولا خذيتوني معك. طيب عبد الله كلمني اللي صار في المطبخ اليوم. ابشر بكلمك عن المطبخ بس انا جاي الان عندي موضوع ابى اتكلم فيه وبعد ما اخلص ابشر من عيوني الثنتين ابى اتكلم عن المطبخ. طيب انت تبي ابى اقول لك نفس ردك ابشر بسمع موضوعك بعد ما نتكلم عن المطبخ لان احنا نتكلم في المطبخ الان. ابد اللي تبي اللي تبي. المطبخ طلعت اليوم وطبعا نادوني كنت في الغرفه بنام وقالوا تعال يا عبد الله عندك مطبخ. جميل. سلام عليكم. السلام. القرعة قالوا اسمك طلع. أول ما وقفت قلت تراني طلعت هذه ثالث مرة. قلت ترانيتي طيبة والحمد لله ثالث مرة طلع. النية أعلم بها الله سبحانه. قلت أنا طلعت ثلاث مرات بس والله ترى ما أدري. المهم تعال حياك الله. دخلت وقطعنا البصل واشتغلنا. يا عبد الله متى طلعت؟ قلت والله ما أدري الأحد أو الخميس والله ما أذكر ما تذكر متى طلعت بس انا اول ما جيت الله يدلني على العلم الغانم دايم وعلى الصدق الرجال الصادق يدل الله على الصواب. اول ما جيت قلت له ترى طلعت ثلاث مرات هذه ثالث مره. اشتغلنا ساعه الا ربع والله يا عبد الله هاني اتصل علينا وقال عبد الله يطلع. امنا بالله. ليش؟ قال والله هاني يقول لازم تسوون قرعة. اول شيء يا عبد الله انا ما لي اي علاقه بالمطبخ ولا بقرعته. طيب ولا بترتيبه. اي انا عارف انت والناس اللي قالوا يمكن عبد الله من السويلم قال اسمي تواصلت معه يقولون هاني اتصل علينا وقال عبد الله يطلع. لا اذا لا. الموضوع علي ابو شوق عاد يكلمني يقول له انا ما بيك تطلع في المطبخ. ابشر على خشمي من عيون الثنتين امشي واطلع من المطبخ. بس انا جوني الرجال اصدموني هاني اتصل طلع عبد الله. عبد الله عبد الله انت سالتني قبل شوي وعلمتك صح؟ اي سالتك قبل شوي. قلت لي ما دقوا علي ولا دقيت انا ما دقوا علي بس الرجال جايني وقال لي ان طلع عقبه دخل علي. طيب وقال لي هاني اتصل علي. انا ما قلت لك قبل شوي اني ما اتصلت. من اللي قبل اللي قال لك؟ قال ابو علي. وين ابو علي؟ ابو علي قال اني اتصلت عليه. ابو علي جانا الظهر يوم طلع على جواله خمس دقائق رجع قال ترى ها ابو ابراهيم السويلم عفوا والله ما ادري ابراهيم قال هاني دق عليه. ابراهيم قال هاني اتصل ويقول لازم تعيدون. طيب الجرعة. انا بقول اذا ترضى اذا ترضى بالله والله لا دقيت على ابو علي مصدق. واصبر اصبر ولا دقيت على ابراهيم السويلم نهائيا. وانا مرسل ابراهيم السويلم اكثر من رساله قلت ليش تذكر اسمي في الموضوع. انا نهائيا ما اتصلت هذا واحد. اثنين انا سالت في الجروب سؤال قلت يا جماعه وش المشكله اللي صايره. ممتاز. فالمعد لما سالته قلت لابراهيم السويلم ترى هاني يتابع وقرف وقال في الجروب وش مشكلة المطبخ فلا ينكبكم هاني في كلام اليوم عيدوا القرعة. قلت له يا أخي أنا دقيت عليك وقلت لك كذا. قال لا ما دقيت بس إبراهيم أخطأ وقال كذا. في النهاية يا عبد الله أنا أقسم بجلال الله أني ما اتصلت ولا قلت عيدوا القرعة ولا لي أي علاقة. شفت ممتاز. حتى إبراهيم السويلم إذا بيجي بعد لا كلمته ولا كلمت المعد ولا كلمت اللي صار في الجروب. سألت وش مشكلة المطبخ بس. هل خروجي في المطبخ
للمرة الثالثة في مشكلة؟ ما أعرف النظام. أنا أسمع يا عبد الله أنا سبق قلت ايه؟ إذا هذه قرعة ما عندي مشكلة، القرعة تمشي واحد اثنين ثلاث، بس تمشي مرة مرتين ثلاث. هذا رأيي، لكن وش نظام المطبخ؟ أنا عندي مشكلة واحدة، أنا أبغى المطبخ يصير له نظام واحد. طيب البنود اللي انقرت علينا أمس ما فيها النقطة هذه. أي عبد الله بعدين المشكلة الجزئية هذه ما هي فيها. صح، والمشكلة الثانية إنه سبق واحد طلع مرتين، طلع مرة، يوم طلع المرة الثانية قال له أبو علي ممنوع تطلع مرتين في المطبخ. وعلى قولتك أنت ما أدري عن الكلام ذا، أنت تقول في ناس طلعوا ثلاث مرات. صح؟ الظاهر في اول شهر ولا إيه؟ والله ما ايا كان في اول شهر تبع البرنامج كله خطا ما ادري اول إيه؟ شهر كني اشوف بعض الربع يقعد يطلع تعديلا تعديلا الكلام إيه؟ اخونا منصور اللي يقول طلع محسن وبعدين قالوا برا وجابوا صحيح ما هذا ما حصل لا لا حصل ما انت قلت لا 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 بعدك بعدي يا منصور بعدي لا بعدك زود رفيقي زود اللي لو انه جاسم محسن راح تدور لا 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 عبد الله منصور ما كان يتكلم عن بعدك انت لما طلعت انت لا قال قبله طيب انا اللي اتكلم لا تكلم وليد منصور لا لا خطا واضح منصور قال واضح يا علي عبد الله واضح واضح عبد الله ايش اي اوكي ايش قلت ما في مشكله بس خلي واضح لا تعديل لكلامك واضح منصور اخوي منصور اخوي منصور حياك الله تعديل لكلامك انت قلت محسن طلع اسمه في القرعه وبعدين قالوا محسن ما هو موجود وجابوا بنجلير منصور اللي تكلم انا وليد لا لا منصور قال منصور قال انا قلت انه محسن طلع في القرعه وقال أنا الحين أقول لك قال سلطان أنه ما هو موجود بحكم الموانئ اللي بينهم وجاء بدله طلال صحيح؟ إيه جاء بدله طيب, بس طيب أنا الكلام أنا ما طلعت اسمك بس دقيقة عبد الله هذه فكرة لا بس بوضح شيء عبد الله المشكلة المشكلة مو إنك طلعت ولا ما طلعت إحنا نتكلم عن سياسة المطبخ أن أنت سين من الناس أي واحد بدالك انت فكره ان واحد يطلع بدال واحد وهو موجود هذه غلط طيب لا تاخذ كل شيء شخصي طيب اذا ما في بند اي عبد الله عبد الله عبد الله انا الحين عبد الله عبد الله احنا في كلام اليوم الحين جالسين نتكلم عن مشكله المطبخ كمطبخ طيب طيب انا بقول انا اقول لك انا اجلس 40 دقيقه عبد الله انت انظلمت عبد الله انا متفق مليون بالميه انك انظلمت اليوم طيب ليه انظلمت لسببين اسمع انظلمت لسببين اول شيء اذا كان في خطا في القرعه يفترض يتحملون هذا الخطا الشيء الثاني بدل المطبخ جلست 40 طيب ال 40 دقيقه اللي جلستها ما تستحق هذه النقاط الا والله استحق طيب هذه مشكله متفقين فيها 100 عشان كذا احنا جالسين نتكلم عن مطمات المطبخ ترى ابو علي بيجي يقول ما في خطا تذكر ذاك اليوم خمر دخل معكم لا ما في عبد الله امانه يعني انا ما مشيت من ابو علي وابراهيم السويلم الا انا قابل اعتذارهم وراضي عنهم انا ما يا عبد الله اذا عبد الله عبد الله يا اخي يا سلام انك فتحت الموضوع انا جالس اوضح يا عبد الله احنا ما ندور رضاك عنهم ولا ندور رضانا عنهم ولا ندور رضا احد عن انا خلاص انا وياهم اسمع احنا ما ندور رضا احد عن احد احنا نتكلم عن برنامج طيب سؤال عبد الله انت خسرت الان كان المفروض تاخذ نقاط كم المطبخ اليوم 900 900 طيب محسن كان المفروض ياخذ 900 صح ايه لو دخلت انت برايم ولا دخل محسن برايم كارثه شو اسمه محسن ما كان الظاهر ما كان نايم في الغرفة وسلطان وإذا ما كان سلطان يوم قاله وإذا سلطان يا أخي يا حبيبي احنا ويوم قاله سلطان يوم قال محسن ما هو موجود ما كان ترى يا أخي مو بغلط سلطان مو بغلط سلطان يا أخي سلطان قال فلنفرض سلطان قال ما هو موجود لا ما بخطأ اصبر فلنفرض سلطان قال ما هو موجود يا أخي مسؤوليتك يا أبو علي ما تسأل تقول يا جماعة المتسابق هذا خرج ولا ما خرج أي واحد يخرج كنا نعرف أنه خرج طيب الشيء الثاني أنت الآن كان بينك وبين رئاسة القرية نقاط المطبخ والدراما صح؟ صح يا عبد الله؟ والله العلم عند الله أنت كنت تقول كذا يا قربها طيب ويمكن محسن بينه وبين البرايب نقاط المطبخ ذي اللي راحت طيب الشيء الثالث الجمهور اليوم راح من أو راح من وقتنا 20 دقيقة زيادة بعد الصلاة عشان المطبخ تراكم مشاكل المطبخ تسبب لنا مشاكل صحيح. يا أخي أول طريق لعلاج المشكلة هو الاعتراف بالحل صحيح. دكتور إيش رأيك؟ يا سلام والله الغلط في الأساس القرعة المفروض أن يكون فيه نظام أنه اللي يطلع مرة في القرعة خلاص ما ينحط اسمه في القرعة مرة ثانية ينشال إيه مثلا طلع عبد الله إيه إيه اسمع اذا كان النظام كذا اذا كان النظام ان اللي يطلع في القرعه الاسبوع هذا ما يطلع مرتين ف
فالمفروض انه ما يطلع. اذا كان النظام يطلع في القرعه يطلع في القرعه، وش المشكله؟ عاد ما في مشكله، اي بس المشكله النظام مو واضح، مره يطلعون بالقرعه مره ما يطلعون بالقرعه. طيب لازم تمشي على قانون معين محدد يا رجل. هم امس من المسؤول على قوانين المطبخ، امس هم حق المطبخ، هم فريق العدل جابوا ورقه وقالوا هذه قوانين المطبخ، وفرحنا ودشنا هنا في احتفاليه، حضني حاتم راح الجهاز التنفسي حقي، يعني حاولنا نحتفل بالموضوع بس ماشي، ما ضبطت الفكره. مشكل اشوف ما ابو مو بذنب عبد الله، واحد يبغى نظام، لا ابو علي يبغى نظام ولا المتسابقين يبغون نظام، يبغونها كذا ماشيه. يعني اوكي ابو علي غلطان، تساعد معنا يا متسابق، ما تقول خويك غايب وهو ما هو موجود في الاخير. انا ما يا اخي ما اقعد اشك في كل كلمه يقولها المتسابق، متسابق عندي مصدق موجود فلان، لا ما هو موجود، اوكي هات اللي بعده. الحين محسن راح عليه نقاط، عبد الله بن جليغ المفروض انه يجيه نقاط، عبد الله بن جليغ صحوا من النوم وراح وقطع وبعد ما تعب وخلاص وبدوا في الطبخه، قالوا مع السلامه الله يحفظك، معليش معليش هذه عند المتسابق وين نصرف هذه؟ ايوه في الاخير في نقاط، في ناس ترجع تلومك بعد. طيب وليد عندك تعليق؟ ايه انا عندي مشكله يا طويل العمر، مثلا مشكله السيطره، شفنا في خطا انسحب من مقرن مثلا، المطاعم هو الشباب اللي فازوا، المطبخ هو الوحيد اللي ما تنحل فيه المشاكل. يعني شفنا ذاك اليوم غازي المطيري وانسحابهم، ما شفنا اي شيء بخصوص هذا الموضوع. مشكله جريغم اليوم بخصوص هذا الموضوع، 40 دقيقه راح، يمكن انا اللي ساعدت بالفوز اليوم لاني انا اللي سويت اساسيات الطبخه وفاهم فكره الطبخه وفاهم اشياء كبيره. دائم مشاكل المطبخ تكون عابرة، ترى بعدين من ضمن الناس اللي ظلموا اليوم سلطان، كان مع عبد الله الطباخ ودائم تفوز، كان سلطان مع عبد الله كان احتمال سلطان يفوز، ذاكر راح سلطان للسجن، المشاكل متراكمة. طيب احنا بنرجع لموضوع المطبخ، عندك موضوع بتعلق عليه عبد الله؟ انا ما عندي تعليق، انا لا عندك موضوع ثاني؟ عندي موضوع ثاني سم. اللي انا جاي علشانه سم. اول شيء انا تعرضت للإساءة البارح، شليت صورتي ليه يا اخي؟ بتجي شلت عطنا علمك، عد علمك يا عبد الله اسلم، جت الصوره. بتقاطعني يا ابو شوق؟ لا يا اخوي تكلم من الان وانا اخوك، تكلم بسمعك. انا جاي علشان موضوع بتكلم فيه من امس. انا تعرضت للإساءة وما في اي شخص يقبل على نفسه الإساءة من اي كان إن كان. يشهد الله اني احبكم واقدركم وانكم على العين وعلى الراس، وانت تعرف غلاتك يا ابو شوق، انت والربع اللي عندك طلعتوني بمقطع بدون صوت قبل امس، وتكلمتوا وجيت لكم شروم ولا خذيتوني، وزعلني الموضوع هذا لانه اساءة لي انا، وانا جاي. وين الاساءة في الموضوع يا عبد الله؟ سام وين الاساءة في الموضوع؟ ابى اعلمك طال عمرك. الصورة الفيديو صحيح؟ ابى اعلمك. ايه ابغى شيء بس، الفيديو هذا الفيديو هذا مو من كاميرات التلفزيونيه، من كاميرات المراقبه. ايه فكاميرات المراقبه ما فيها صوت، فاحنا ما طلعنا مقطع بدون صوت. عندي خبر، عندي خبر. فطلعتوني بمنظر مسيء وجيت ابرر امس ولا خذيتوني. ما عبد الله انا ما حد بلغني امس انك جيتكم في شروم، اللي بلغوني غازي الذيابي وغازي المطيري. لا انا ما غازي وغازي جوك هنا. لا لا جو في الكم في شروم، بلغوني عنهم ثم جو تحركوا جو هنا. طيب طال عمرك ما في مشكله. فالمقطع اللي عرضتوه بدون صوت وتشكل، لا المقطع هو بدون صوت ما عرضناه بدون صوت وتشكل على الشكل اللي تبونه، هذا ما هو صحيح. وش الشكل؟ المشكله طال عمرك هي اشرح لنا المشكله. احنا يا عبد الله احنا قلنا متسابق دخل الكنترول، ودخول الكنترول صحيح، صحيح. صح ولا صح؟ المشكله ايوه اني قبل امس المايك طفى عندي 4 أو 5 مرات على الهواء. يا عبد الله تعال وش السالفه؟ والله مايك فك مايكك وهندس. يا عبد الله تعال، يا عبد الله تعال، جيتهم فوق 4 أو 5 مرات. طيب فأنا جالس في فقرة خالد يوم فقرته كانت على الكرسي صحيح، أنا الأخوان ذوي الاحتياجات الخاصة صحيح. فالمايك عندي فيه مشكلة، فيه صوت الأريال حقه، أنت عارف كيف الربط حق الأريال حقه بسيليكون، ففيه صوت، فأطالع المايك حقي فيه مشكلة، اللمبة لا هي شغالة، أنت تعرف طبعا الناس يمكن ما يعرفون، اللمبة إذا شغالة المايك شغال، اللمبة طافية المايك طافي. رحت فتحت الباب حق الاعداد ومشيت، حصلت واحد من الشباب، سلام عليكم السلام، في احد هنا من الشباب؟ ما قلت وين المخرج، في احد هنا من الشباب؟ انت فكيت باب الاعداد ولا باب الكنترول؟ بيجيك السالفه، بيجيك السالفه. ايه وفي احد من الشباب؟ قال الظاهر ما في احد، قلت ناصر الحربي ابو نايف وينه؟ قال ما الظاهر في الكنترول. دقيت الباب يا كنترول، نعم ايوه دقيقة، تعال من وافتح الباب، من وافتح الباب.
سلام عليكم السلام. جاني فؤاد، يا فؤاد انا مايكي خربان، شوف اللي يصير مع مايكي. انا ماني قاعد كل شويه اتعبكم واتعب نفسي، مايكي خربان، اما اعطوني مايك جديد ولا شوف لي صرفه في المايك ذا. المخرج جاء وش في عبد الله؟ لا لا ترى مايكك ضبط، خلاص ضبط اكيد ضبط. اوكي بمال الله بمال الله. سؤال عبد الله، انت ما قلت لهم كلامي اللي قبل شوي طلع ولا ما طلع؟ سم قلت لهم كلامي اللي قبل شوي طلع ولا ما طلع؟ اي كلام سأل انا سالك، انت قلت لهم هل كلام عبد الله بن جليغم في فقره المعاقين خرج هذا الكلام ام لم يخرج؟ مايكي شغال يا جماعه، مايكي زين زين شغال، مايكك صوتك واضح. السلام عليكم وعليكم السلام. ومشيت. فالاشكاليه الكلام اللي جاء بعده، عبد الله يجي وش حضرتي انا؟ انا معي 26 متسابق وبعضهم راح وبيرجع علينا وكلهم اخواني. عبد الله عبد الله عبد الله سؤال عبد الله، اول واحد يطفي مايك انت؟ اول واحد يصير مشكله في مايك؟ اي لا مو اول واحد يصير مشكله في مايك، يصير مشكله في بس مايك. يا عبد الله ايا كانت المشكله، عبد الله شوف خمس مرات يا ابو عبد الله، ايا كانت المشكله مهندس الصوت طبعا يقول المشكله انك تطفي المايك. والله ما طفيت. طيب عبد الله ايا كانت ايا كانت المشكله يا عبد الله، انت تعرف ان دخول الكنترول ممنوع ولا لا؟ عندي خبر، عندي خبر، بس انا مضايقني المايك اللي طيب بس يا عبد الله شفت الخبر. شفت الشخص اللي قلت له وين ابو نايف وين ناصر؟ أيوه. ورا ما قلت له رح نادي الكنترول، رح نادي الصوت. ما هو صاحب اختصاص بالشغله هذه. طيب ما هو صاحب اختصاص عبد الله، لو سمحت فالكلام الكلام اللي جاء بعده هو الكلام اللي ما هو مفروض انه ينقال. ما في مشكله اخواني عندي هنا، ليش اطلع انا البت علي؟ وش البت علي؟ اوكي عبد الله الحين الابداع، اذا انت شخص مبدع والله العظيم انت اطلع، لا تروح حنا ما هي طيب ما اوكي ما عبد الله عشان ما ندخل في تفاصيل. عبد الله المايك ثلاث مرات اللي ثلاث مرات اللي ندوق فيها اسمع ما هو من حق اني اجي اسحب البت عليهم، ولا هذه سياسه القناه، ولا هذه مبادئ القناه اصلا. شوف يا عبد الله المايك عندك كان خربان ثلاث مرات قدامنا دوكم، اسمع كلامك يا منصور علشان علشان الفانزات. انا اتمنى الكلام هذا. طيب اسمعني اسمعني جاوبني، ما تقول تقول كلام وتمشي. وغالي علي ما اتمنى اني اسمع كلام منك، لاني انت جاي تتفاهم معنا ولا جاي تقول كلام وتمشي؟ لا 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 انا جالس هنا لين تخلص كلام. خلاص ما انت قلت كلام ولا بعد عبد الله حبيبي، انت قلت كلام من حقنا ارد عليك صحيح؟ طيب انا ما خلصت كلامي. طيب لا انت قمت تخش في قضايا ثانيه. لا ما ابي خلني في المايك. خلني في المايك. دقيقه عبد الله، هو يقول ما خلصت كلامك. الكلام هذا المفروض انه ما يجي منك، انت انسان عزيز وغالي. عبد الله عبد الله الان هو دخل في منصور. طيب بديك منصور، المايك اللي يكون بالسيليكون يعني كانك تبغى تقول مايكاتكم خربانه، انتم اللي خربها. اللي قاعد يرمي المايكات ويطيحها ويسحبها هي المايكات غاليه هذه بالاف الريالات. الموضوع الاول، الموضوع الثاني ثلاث مرات هم يجون الى عندك ويقولون يا عبد الله تعال مايكك، يعني اذا في مشكله مايكك هم بينادونك. طيب. ما يحتاج تروح بعدين المنطقه كلها اللي دخلتها، خليت الغرف كلها وخذت كذا ورحت على الكنترول وتفتح الكنترول ومكتوب على الكنترول ممنوع الدخول. مهندس الصوت في الكنترول وانت اخضر يا اخي العزيز. الثلاث مرات زهموك، ليه انت المره الرابعه جيت تتبرع؟ ليه جاي؟ ما جون لنا طافي ولا جوني يا اخي. لو في مشكله بناديك هو عبد الله. عبد الله عبد الله لو انا لا دقيقه في نغمه، في نغمه تشتغل. لا لا هاني لا. اذا طافي المايك في نغمة. قال لك المخرج صوتك طلع يوم اذا مايك طافي النقطه هذه. اذا مايك طافي كيف يقول لك المخرج صوتك طلع؟ يوم جيتهم ها طلع المشكله في اللمبه ما تشتغل يا عبد الله. يا عبد الله اذا المايك خربان كيف صوتك طلع؟ يا عبد الله سالتني قبل اسبوع وكنت موجود هنا، انا ما ابي اطول الكلام ولا احنا نبغى نطول الكلام. ترى الموضوع عندنا منتهي من البارح، الموضوع عندنا منتهي من البارح وعلى العين وعلى الراس ونقدركم. انا جيت هنا ابين يا عبد الله احنا ما نقدرك لا اكثر ولا اقل. احنا ما نقدرك يا منصور، عارفين قناتك. عبد الله تشك في معزتك عندنا؟ لا ابدا بس لا تطري الموضوع هذا، لا تطري، ما هو مكانه. انت عزيز وغالي والشباب كل معزيزين وغالين في موقف حصل البارح وترى انتهى عندنا من البارح. عشان طول الكلام ولا ما تطول الكلام، موضوع المايك لو ان المايك خربان يا عبد الله ما كان طلع صوتك. انت جاي تقول طلع صوتي، طلع صوتك. طيب. اوكي يا عبد الله. طيب ليش نادوني يا بعدين يا عبد الله؟ عبد الله ترددك كثير. عبد الله ترددك كان خربان، كان خربان يا عبد الله. عبد الله المايك خربان ولا مش خربان؟ انت يا عبد الله دخلت قلت صوتي طلع ولا ما طلع؟ لا لا مايك خربان شغال. وقلت للمخرج صوتي طلع ولا ما طلع؟ غير صحيح. طيب هذا طيب خلاص عبد الله. المخرج الخصم اللي جاني ما اتمنى انه يجيني. طيب عبد الله شوف بقول شيء، يعني خلال 65 يوم حصل مني. عبد الله ايا كان السبب، لا يوجد سبب يسمح لمتسابق يدخل كنترول. والله اني والله اني غلطان في دخولي الكنترول. خلاص اذا الدخول الاول طيب خلاص انتهينا. عبد الله شكرا لك. يعني مشكله ان معك مايك ورجال
جاي في مسابقة وكل شوي ماك يطاف يشغل تروح تعال ارجع تعال مالك شغال يا عبد الله وكان صوتك طالع ولا قطع صوتك على الهواء ابدا صح صوتك كان طالع ولا قطع ابد على الهواء لا يوم جيتهم خذيت المعلومه منهم ان نعم مايكك ترى صالح طيب ليش نادوا من اخر مره عبد الله ليش نادوا عبد الله الصوره واضحه خلاص ايه؟ مايكك كان شغال ما في اي مشكله انت اللي دخلت كنت تقدر تسال كنت تعرف غرف الاعداد في الجهه اليسار وتعرف الضيافه موجودين فيها الاداره كلهم وتعرف ان الكنترول خط احمر ودخلت الكنترول ناصر كان موجود وارجع واقول دخولي وسؤالي ناصر ما كان موجود في الكنترول اللي كان موجود في الكنترول فؤاد فؤاد والمخرج جاب الله اللي كلمك واللي ظهروا في الصوره فؤاد يا فؤاد مايكي خربان قال لحظه جاء المخرج وش في عبد الله يقول مايكي قال لا مايكي خلاص شغال من عقب اخر مره بس اللمبه بعدين فمان الله فمان الله بس هذا اللي حصل بس هذا اللي حصل لا يحتاج لا ترديد كلام ولا كذا لا عبد الله عبد الله المعلومه اللي عندي انه حصل شيء ثاني غير كذا لكن في النهايه هذا تبريرك نعم وصل تبريرك وشكرا لك بيض الله وجهك يعطيك العافيه وليد انا بس كنت ابي استفسر بمعلومه اللي هو اذا كان نادوك علشان مايكك خربان يوم جيت قالوا له صوتك طالع طب ليش ينادونك هذه النقطة بس اللي كنت بستفسر منها ما في شيء ثاني إذا طبعا الناس تعرف انه اذا المايك خربان يشتغل يطلع صوت في على الهواء كل الناس كل الجمهور يسمعون الصوت ذا عبد دكتور فايز كان عندكم مشاكل من هذا النوع تدخلون الكنترول سابقا لا مو بكثير والله ما نروح الكنترول ابد الكنترول مفصول خلاص حدك هنا حتى تجي وتنادي في زي المايك يردون عليك الكنترول وإذا الموضوع بطارية وما بطارية هم يجون يبدلون طيب الفكرة الثانية بعد إنه حنا نحضر دخول الماي الكنترول عشان الكنترول فيه اللوكيشنات فالمتسابق إذا عرف توزيع اللوكيشنات والخلفيات والكوادر وعرف تفصيل الكنترول يقدر يعني يقدر يعني يقدر يسوي القصة كاملة لكن غالب المتسابقين ما يعرفون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا ابو فجر مشرون يا هلا كيف الحال مرحبا يا ابو فجر يبارك فيك كيف الحال ان شاء الله طيبين سك طيب الحمد لله هلا ترى حالك ما دخلكم بشرون اجي ها ايوه نبي نذبح عنك يا ابو فجر ما نصبر عنك يلا طيبين شلونكم صباحكم الله بالخير يا مرحبا يا هلا وغلا يا فجر حياك الله يا محمد الله يبارك فيك يلا حيا وفجر الله يبارك فيك جايب معك ورقه لا ما ورقه هذا شيلها كذا هذا حق شو اسمه هذا السلطان تمثيل ايه سكريبت واضح لك حياك الله يا محمد الله يبارك فيك يا مرحبا طيبين يلا حيا انا جاي بس اوضح امر مش منصور مشدد بعدين زياده جاي اوضح امر ايش فيني ايش فيني يمكن قبل ايش ما سمعت والله اسلم بعدين تروح فيها قولها كلام الامر اللي صار معي قبل امس كنت منفعل للامانه ودائما الرجل اللي يخطي بيقول انا اخطيت فانا يمكن اخطيت في كذا نقطه مو كل النقاط في كذا نقطه نقطه ونقطتين هي نقطه بالاحرى اللي اخطيت فيها ف ما ادري شو اقول ولا ادري شو اوضح اصلا اقول اني لكن بسبب انفعال وشد كلام بيني وبين منصور وبين علي حتى كان بيقطع الكلام عني نهائيا ما يبغى يخليني اتكلم بالمره وبس هذا اللي حاب اقوله وعلى حلفي اليوم وبررت الموضوع ذا العصر وكنت حالف اني ما ادخل حتى الكونفشن روم السموح طيب وكل الكلام اللي قاله وقطعنا عليك الكلام ايه وقف في حاجه اشوكم قطعته لا اشو اشو طيب وفجر في حاجه من قالت ايه في حاجه من قالت ايه لا لا خلاص خلاص لا لا خلاص كمل يعني ولا ايش لا خلاص قضينا منها البارح بس جايني اتكلم عن انه بدر مني بالاسترسال والاستفزاز اللي كان فيه ورفعت الصوت ومنه ومنكم فطلعت بخطأ ما كان مقصود طيب وال بس هذا اللي بتوضحه بس هذا اللي بوضحه طيب شكرا لك الله يسلمك نشكرك يا ابو فجر احنا دائما ما عرفنا عنك الا الحكمه الله وصوت العقل بالقرية لكن ذاك اليوم الصراحة أنا قلت لك ذاك اليوم أبو فجر ما هو اللي اعتدنا عليه لا والله هو مسألة أي مسألة المقاطعة اللي قاطعوك الشباب اللي كانوا موجودين ذاك اليوم علشان نرد على النقاط أنت ذكرت يمكن 5-6 نقاط كل نقطة مفروض أنت توقف عندها بهدوء نتكلم فيها لكن الشد والجذب كان بادي من عندك ممكن أنت تكون مضغوط الأفضل والأحرى والأولى
انك ليش تكتب تكبت كلها الايام هذه؟ قل له انا عندي اعتراض على النقطه الفلانيه ناقشها، عندي اعتراض. سؤال بس انه الكلام الكلام اللي قلته انت، الكلام اللي قلته انت قلته اليوم الظهر وقلته العصر، ليش راجع تعيده هنا؟ القدر الري يجي لعندي بس. ها التقدير الري يجي لعندي اللي مقدركم وبس. تبي تقول لنا انه انا انفعلت؟ اي لا، لاجل رفعت الصوت، مو من عوادي ارفع صوتي، لكن كبت وكبت 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 وفجأة كذا جاء الانفجار. انت اليوم، لكن شيء واحد اللي كنت بس بقولها الحين بوضحها حتى شتتني الحين انا، واللي هو اني مع الضغط بديت استرسل. انت اليوم العصر قلت انا اعتذر سامي وناصر. نعم. وما كلام اليوم لا يعتذرون لي ويعتذر منهم. لا انا ما اخطيت عليكم ولا اخطيت علي. احنا ما اخطينا عليك. لا البارح انت بديت اسمع علي. انت يا سامع قال اخواني برا الموضوع ذا برا البرنامج ما عندنا مشكله، لكن في موضوع اللي هو نقطه سامي فهو مو ما يعني ما قلت شيء انا، لا اخطيت عليه ولا شيء، انا قلت ان الكلمه منه اعتبرها شهاده او مبروك منه تحفيز لي. صحيح. لما يقول لي سامي يا محمد مبروك. دكتور عندي تعليق. ابو فجر شلونك؟ بخير وامان خير. جيتك وادبك واعتذارك من زملائك هذا بحد ذاته يدل على كريم اخلاقك. الله يسعدك. والاعتذار من شيء من الرجال وما فيها شيء طال عمرك، حتى الاسترسال المفروض ترى المخطي علي. لا هو كذا كذا حاجه تجمع كل شيء على علي. محمد علي منصور حتى منصور بعد. الله يعطيك العافيه. ريح نفسك ابد. انت جاي تعتذر من الكلام اليوم ولا جاي تقول انه انا كنت مكبوت وسامحوني؟ لا 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 رفعت الصوت، رفعت الصوت اولا واخيرا، هذه ما من عوادي انتم عارفين هالشيء ذا عشان الوقت. يعني ما في امل اني ارفع صوتي على احد، لا متسابقين ولا غيره، لكن في خطا وبينتها اليوم العصر اللي اخطات فيها انا. ابد. طيب عذر مقبول ومن اخ مقبول من اول. يا بعد راس الوقت انا انتهى معي، اخذتهم وانت موجود لا تروح اللي تبي. طيب بس احنا كنا نتناقش امس عن فكره انه احيانا لما يصير المشكله بعض الناس اذا عصب احيانا لا شعوريا زي ما تقول الشيطان احيانا يجمع له القضايا في حسنة كبيره، والامر بسيط. احنا نحن إيه؟ البرايم السيطره. انا السيطره ما فهمت سالفتها ولا فهمت البرايم. قصدك انه ما قال لك مبروك اللي ما حصلت؟ لا هذه البرايم انا قلت السيطره انا ما فهمت. لا اخر شيء هذا اللي وصلت لاني قلت البرايم بما ان الناس تابعه بكثره هو تحفيز لمحمد امام الجماهير. طيب السيطره وش بعد قلت؟ والسيطره والنمونيه ابراهيم المعيدي. وش صار في النمونيه؟ ما اذكر شيء. تابع. انا ما اذكر، لكن انا تابعت النمونيه. دقيقه هاي. بس انت وقتي. الثاني والثالث كنت مره جاي عليه لين وصلت عنده قال يا محمد خلاص ارجع. في الحلقه السابقه. انت كنت موجود فيها. حاضرها ويمكن نظرت لابراهيم نظره ثانيه. اي حلقه المحاماه انه ما اعطاك حقك في النقاش. نعم. جميل. ولا حط لي اي نقطه اني اتفاهم معك عليه فيها. طيب. شكرا لمحمد المطيري على الحضور والاعتذار. وشكرا لكم أنتم على المشاهدة، وموعدنا غدا ونتمنى إن شاء الله في الأسابيع القادمة أن نجد مطبخا بلا خلاف وبلا مشاكل وأن يكتمل وقف الأب. شكرا لكم.